هلا يا جماعه قلبنا الدجاج مع ملح وفلفل، بس رح نضيف هلا عليه الثوم والزنجبيل. ليه ما نزلتهم من الاول؟ لانه سرعه الاحتراق لهم سريعه، فما بدنا اياهم ينحرقوا. وحاطه كميه جيده جدا من الزنجبيل. فهلا حطيت السكر البني على الصويا صوص، واضفت لهم عصير الليمون. وهلا عندي هون خل الارز، قلت لكم اللي ما عنده خل الارز بيقدر يحط خل عادي، ما في اي مشكله. نشا سمير، شوف لي اذا في مي بارده حواليك مش سخنه. مي بارده؟ آه. بقدر اروح اعبي لك من هناك. اه يمكن يكون في بالثلاجه. والله يا سمير يمكن يكون في بالثلاجه. اوكي هلا حطينا النشا صحيح؟ طيب الله يرضى عليك. هلا عبين ما يجيب سمير المي عشان بدي ارخي هذا الاشي كله، الصلصه هاي اللي عندي بشويه مي. ما بزبط احط مي سخنه، ليه؟ لانه رح يكبتل معي النشا. هي حطينا كمان زيت السمسم، شويه فلفل اسود زياده، وحطينا عصير الليمون. ما رح اضيف ملح. ليه؟ لانه الملح اول اشي حطينا شوي على الدجاج، ثاني اشي صويا صوص كثير مالحه. فهلا صار عندي هون صويا صوص، صار في عندي خل الارز، صار في عندي عصير الليمون، صار في عندي زيت السمسم. اشكرك صديقي. هاي المي. وهلا رح نحط شويه مي بارده، وعندي النشا. كل هاي المقادير مع بعض رح ننزلها، وتشوفوا قديه بسرعه رح يتسبك معنا الدجاج. هدوء. هدوء. هذا الدجاج من الاول. والله بدي ارفعها عشان تغلي معي. فاذا الدجاج زي ما انتم شايفين، اول شيء بس حطيت عليه ملح وفلفل، بدي استنى يصير لونه شوي اشقر هيك، بس ما تبالغوا في سواه كثير حتى ما يطلع معاكم ناشف. حاولوا تكون دائما احجامه متساويه في الحجم وقت التقطيع. رح اخليهم هلا يغلوا غلوه سريعه مع الصوص، ورح تشوفوا قد ايه بسرعه رح يتسبك معنا. بدي اضيف كميه جيده من البصل الاخضر، كثير بلبق معاها، بس ما رح احط خضار، الخضار رح اقدمها على الجنب، انا بحبها هيك. في بعض الوصفات تقدروا تضيفوا الخضار، بس انا فعليا بحبها بهي الطريقه. شويه سمسم. شايف هالصحن الاسود اللي هناك؟ بدك اياه. الله يرضى عليك. اللي فيه رز ولا بدون رز؟ شوف اللي فيه رز واللي ما فيه رز. اللي فيه لانه رز اللي فيه رز لمين؟ اللي فيه رز الي. ايوه اللي فيه رز لك. نحتاج معلقتين من الزيت النباتي لتقلية الدجاج مع صدورة الدجاج، بلشنا نقلي فيهم عشان الوقت. بعدين بدنا ثوم وزنجبيل، ملح وفلفل، شطة مجروشة، هذا كله بس للدجاج. اما الصلصة اللي هي صلصة الترياكي المنزلية، بدل ما تشتروها بالاناني لانها اطيب، راح اقول لكم ليه اطيب. بدنا سكر بني، صويا صوص، عصير ليمون، خل ارز، ما لقيتوا خل ارز حطوا خل عادي، زيت سمسم، وبالاضافه لزيت شوي نباتي ونشا ومي بارده، وهي هي، وشويه بصل اخضر.